تسعة طويلة أو تسعة طويلة هي مصطلح جديد يتم تداوله في الأيام الأخيرة في السودان، ويدل على ظاهرة مشينة وقبيحة ظهرت في المجتمع السوداني في الأيام الأخيرة. كل يوم نسمع بتاع موتور شال من فلان تليفون في غياب تام للأجهزة الرقابية أو الشرطة. كان آخر المعتدي عليهم هو طالب الجامعة الإسلامية عبد العزيز الصادق طالب المختبرات. نتمنى أن تكثف الشرطة السودانية جهودها للحد من هذه الظاهرة. للأسف الناس في الفترة الأخيرة دلوقتي أما بيقبضوا على حد من عصابة التسعة الطويلة بيضربوه وبيعوروه زي الصورة اللي انت شايفينها في نهاية الفيديو، بس يعني على قد ما هو بيعمل شيء غلط ولازم يتعاقب عليه، على قد ما حرام برضو اللي احنا نعوره ونهينه بالمنظر ده. الافضل الشرطة تقبض عليه وتحقق معاه عشان ما يعملش كده تاني. نتمنى ان الظاهرة المؤذية دي تنتهي، والظاهرة دي على فكرة مش موجودة في السودان بس، دي موجودة في اغلبية الدول العربية، موجودة عندنا في مصر وموجودة في دول تانية كتير. يا رب تنتهي من مجتمعاتنا العربية.